السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد، تدابير جديدة وأفكار حصرية دائما على قناتي. نتمنى إن شاء الله تبقوا معي حتى الأخير الفيديو باش تشوفوا هاد التدابير اللي هي غادي تنفعكم في الحياة ديالكم اليومية. ما تنسوش التعليق والاشتراك أكيد إلا عجبكم محتوى القناة، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله في أول تدبيرة في هذا الفيديو هذا. بالنسبة لغادي نشارك معكم استعمالات ديال هاد المنشفة اليدوية أو لهاد الآلة اليدوية هكا اللي خاصة بالمسح ديال الأماكن اللي هي بعيدة. أول حاجة غادي نستعملوها في هاد النوافذ اللي كيكون العلو ديالهم هكا بعاد علينا، ما كنوصلوهمش باليد أولا خصنا هكا نديرو سلم أولا، فكتعاوننا هاد الآلة لأن فيها اليد ديالها كطوال وكتزيد تمدد وراه كتنظف مزيان الزجاج وكتنظف هادوك الأماكن اللي بعيدة. وتاني استعمال غادي نمسح بها هاد المصباح اللي كيكون على هاد الشكل هكا باش تنضفوها كامل الغبار. كيف كتعرفوا دائما المصابيح كيكونوا مجهدين في الاول، شويه كيكون الضوء ديالهم اولا الاضاءه ديالهم كتنقص، السبب هي ديك الغبار، فبهذه الطريقه كنمسحوها. وايضا عندنا نوافذ اللي كيكونوا بعاد منهم يعني تحت السقف مباشره اولا تحت الظله، فكنمسحوهم بهذه الطريقه هذه لانها كتكون الحشرات تما مخبيين ميتين اولا داك العش ديال العنكبوت، فكتحيد لنا داك الاشياء كلها بهذه الطريقه هذه. ايضا الاسطح ديال الدولاب بهذا الشكل هكا، البلاكارات اللي كيكونوا عاليين بهذا الشكل، فراه كتساعدنا بواحد الطريقه اللي هي خياليه يعني راه كتساعدنا بزاف، وهذه خاصه غير بهذا المسح هكا لان ما عندهاش هكا شي قوه اللي اولا نقولوا انها ممكن تكسر بسهوله، ولكن في هذه الاشياء اللي خصنا نمسحوا بها بهذا الشكل هذا كتساعدنا بزاف. ممكن نمسحوا بها ايضا الخشب بهذا الشكل هذا، اي حاجه مسحتوا بها راه كنمسح بها غير بالناشف، والاشياء اللي كتخصها كان نرشوا لها شي حاجه هكا راه كترشوا وتمسحوها عادي لانها كتنشف الماء وكتمتص داك الماء اللي كنرشوا. ايضا هاد الجدران كيف ما شفتوا اماكن اللي بعيده كيكون دائما كما قلت لكم العش ديال العنكبوت خصوصا في فصل الصيف كيكون لا بد كتكون شي حاجه هكا ولا شي ناموسه ولا شي حشره ميته في الحيط بعيد، فبهذه الطريقه هذه كنمسحوها وكنضفو وكنتخلصوا كاع من هذوك الشوائب. ايضا مسحوا بها السيراميك كتردو كيلمع لان الثوب ديالها ارطب وكيمتص هذاك الماء ولا داك الرشاش اللي كنديروا ليها اولا البرودوي اللي درنا. هنا رشيت غير شويه ديال الماء وكنمسح بهذه الطريقه هذه، راه كيعطينا واحد اللمعه اللي هي خياليه. فالاستعمالات ديالها يعني كثيره كثيره ومتعدده، جربت شاركت معكم غير هكا البعض منها بحال هذه الاماكن الضيقه اللي تحت البلاكارات تحت بزاف ديال الاشياء هكا اللي كتكون مضيقه في الاسفل ديالها، فكتدخل لينا هذه وكتفي لينا بالغرض. كما قلت لكم هي الدور ديالها في البيت دور اللي هو مهم وكتساعدنا بزاف. ممكن الا كان شي مسح ديال الماء خفيف هكا على السيراميك ديال الارض راه كتنقيه. وايضا غادي نرش عليها شويه ديال الماء هكا مخلط بالخل قليل فقط، وغادي ندوز عليه هكا البلاكارات ديال الخشب اللي كيكونوا بهذا الشكل هكا مصبوغين، وكنستمر كنبقى نحيد هذوك الاماكن الضيقه راه كتحيد لينا الغبار. فها انتم كتشوفوا الاستعمالات ديالها راه كثيره بزاف، وبها نقدروا نضفوا البيت كله باكمله. غادي تنقي لينا الدار تعطينا واحد اللمعه اللي هي رائعه لانها فعلا كتنظف مزيان، وايضا ما كتخبش لينا بحال الخشب هكا ولا الاشياء اللي هي حساسه. صافي غادي نستمر وغادي نشارك معكم ايضا الحاجه الاخرى اللي كنمسح بها انتم شفتوا هو داك الجبس اللي كيكون اولا دوك الديكورات الجبس اللي كيكونوا في السقف راه كتنظفوهم بهذه الطريقه هذه، حتى هما راه كلهم كيتنقوا بهذه لان فيها دوك الشعيرات ديال الثوب كتدخل في هذوك الفراغات اللي لداخل وكتنظفوا لينا بواحد الطريقه اللي هي متميزه. هادو هما الاستعمالات ديال هاد الآلة هادي اليدوية، وغادي نشارك معكم أيضا التدابير اللي درت بهاد المادة هادي اللي كنت شاركت معكم في الفيديو السابق. شوفوا هاد المقلة ديال المسمن أولا ديال اللي كنطيبوا فيها الرغايف، هانتوما الدهون والحروق خصها دائما إلا بغينا نحكوها كتخبش، وهي اللون ديالها أسود بهاد الطريقة هادي، ولكن كتشد الدهون بواحد الطريقة اللي هي غريبة كتشد الدهون بزاف بزاف. فغادي نشارك معكم الطريقة باش غادي نضفها بهاديك المادة ديال ديبوش أولا الصودا الكاوية. بزاف ديال البنات منكم كتبوا في التعليق بأنهم كيستعملوها، فعلا هي مادة رائعة كتنظف وكتسرح لنا هادوك لافابو وهادوك القوات اللي كيكونوا مخنوقين، ولكن راه مادة خطيرة خص نحاولوا نبعدوها على متناول الأطفال. هنا خديت الماء درتو يغلى مزيان، وغادي تشوفوا الطريقة باش كتطلق لنا الدهون كتحيدهم بواحد الطريقة اللي هي
واحد الطريقه رهيبه كيتحيدوا الدهون يعني بسرعه. كتديروا الماء غليان دائما، لما يكون غليان بهذا الشكل هذا. غادي نزيد نعمر هذا المكان ونخوي عليها الماء يكون طايب مزيان. وانتم تشوفوا راه كدير واحد الصوت هنا، حيدت الصوت لك، لان كيكون الصوت ديال هكا ديال الدراري وكيكون صداع، ف كيطلق واحد الصوت ملي كتكون كدوب مع الماء سخون، هو صوت باين. الا استعملتوها راه غادي تسمعوا، غادي تعرفوا هذا الصوت اللي هضرت لكم عليه. صافي، غادي نخليها حتى تدوب مزيان هكا، نخليها تقريبا هنا واحد 10 ديال الدقائق او ربع ساعه، ونتلاقاو باش تشوفوا كيفاش غادي يولي هذا الماء هذا من بعد. صافي، من بعد واحد المده هكا حتى بدا داك الماء كيبرد، حركته واحد شويه بهذا الشيته هذه غير شويه، وغادي نخلي حتى تقريبا يبرد هذا الماء ونخويه، وغادي تشوفوا اللون ديالو كيفاش غادي يولي. يعني راه كيولي واحد اللون اللي هو اللون ديالو اسود، الدهون كتبان يعني باينه بزاف. هنا غادي ناخذ هذا الاناء هذا باش غادي تشوفوا انتوما، شوفوا اللون ديال هذوك الدهون، دوك الحروق اللي كاينين في، ممكن ديروها لاي حاجه بغيت فيها دهون، بحال المقله الا ما بغيتوش تحكوا هذيك المقله الثقيله، ما بغيتوش تقشروها كديروها الطريقه هذه، اي حاجه عندكم. والثمن ديالو راه رخيص، كيدير غير 5 دراهم. بزاف منكم كتبوا في التعليق انه كاين في هذوك اللي كيبيعوا التخفيضات ديال 5 دراهم، وكيبقى اختلاف غير في الاسماء ولا في اللون ديال هاد العبوه هذه، فخذوه لانه عملي بزاف. ومازالين وصفات اخرين ديال التنظيف غادي نشاركهم معكم بهذه الماده هذه. صافي، دوزت هنا غير شويه ديال الجيكس الرقيق، الدهون مازال كتخرج. صافي، غادي نشللها وغادي تشوفوا الملمس ديالها كيولي ناعم، هانتوما ما بقاش فيها هذاك. بالنسبه لهذوك الخدوش اللي في الجنب، راه ملي واحد الفيديو كنت شاركته معكم قديم فاش يلاه شريتها، لان كنت شريتها مستعمله، تما اللي نظفتها بهذه الطريقه هذه راه كاينه في الفيديو، وكنت كنجر فيها بالمس ولكن ما بغاتش هكا تحيد. ولكن هذه الماده ديال ديبوش راه نظفتها ولات ملسه، وغادي تعاود ثاني نطيبوا فيها الخبز ويجينا مزيان. هنا بالنسبه لهذيك الصودا الكاويه او لها الديبوش، غادي نضيف به ايضا اينوكس، كيعطي واحد اللمعه خطيره بدون داعك، بدون يعني ما كديروا حتى مجهود. غادي نسد هذا الحوض ديالي هنا باش نستافد حتى الحوض هو ياخذ حقه من هذيك الماده هذيك. شوفوا هذه الامواس هذو ديال اينوكس، راه فيهم او هاد السكاكين راه فيهم حتى هما الصدى، ودائما الماء يكون غليان. اي حاجه استعملتوها كديروا ماء غليان، كديروا تقريبا اي استعمال درتو، معلقه ولا جوج معالق كبار راه كافي للاستعمال ديال التنظيف، ولا الاستعمال ديال التسريح ديال لافابو راه كافيكم معلقه ولا جوج معالق. يعني هاد العبوه هذه ديال 5 دراهم راه غادي ديروا بها بزاف ديال الاشياء. صافي، غادي نخليها الماء راه كيزيد يغلى ملي كنزيد عليه هاد الصودا هذه. وصافي، غادي نخليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، وغادي ناخذهم وتشوفوا اللمعه اللي كتكون فيهم كيوليو كيلمعوا بزاف بزاف. هانتوما غادي نحيدهم من هاد الماء، وحتى كما قلت لكم هاد الحوض حتى هو غادي ياخذ حقه من اللمعه، وحتى ايضا من هاد الماء هكا يدوز فيه. صافي، غادي هنا ننظفوا بالطريقه العاديه، وننظف هذوك السكاكين حتى هما بسائل ديال تنظيف الاواني، وغادي نشللهم غير بالماء عادي، وتشوفوا اللمعه. جربوها في شي كاسرونات عندكم ديال اينوكس فيهم حروق اولا فيهم هكا دهون اللي هي كثيره. انا ما عنديش شي كاسرونه هكا اللي فيها شي دهون باش نديرها معكم، ولكن الا عندكم شي كاسرونه محروقه اولا فيها دهون اللي هي كثيره بزاف، كتقليو فيها مثلا الفريت اولا شي حاجه كتقليو فيها يعني صافي موسخه بالدهون، ديروا فيها هذه الماده هذه في شي بانيو ولا، وديروا الماء غليان، وديروا هذه الماده ديال الصودا الكاويه، وحطوا فيها الكاسرونه ديالكم تقريبا واحد 10 ولا 20 دقيقه، وغادي تشوفوها كيفاش غادي تولي. كتولي كتقشر بوحدها، كتحيدوا هذوك القشور ديال الدهون ودوك الحروق، كتولي كتلمع. نتمنى ان شاء الله تجيبوا هذه الماده هذه، لان موجوده عند الدروغري كثيره كثيره بزاف. انا غير كتقول له هذه السميه هذه راه كيعطيها لكم. شوفوا هذا الفرشيطه ديالنا اولا الشواك والسكاكين والملاعق ايضا راه ولاو كيلمعوا بهذيك الماده. فنتمنى ان شاء الله تجربوها حتى نتوما، لانها فعلا غادي تنفعكم في بزاف ديال التنظيفات. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش تبارطاجوه مع الاحباب والعائله دائما الى عجبكم. كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم والتعاليق ديالكم الرائعه. وبهكا وصلنا لنهايه الفيديو، خليت لكم الراحه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.